الصولة ما زالت مستمرة 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 وفي الشباك يا ده أماندا البينية محاولة وتعدي خطيرة الكورة فرصة أماندا جيم سميث لسن اللي بره ودي تسديدة ولد يا ولد حميد إمام يولع المباراة يخليها من اشتعال على أرض الملعب وكلمة السر ما بين عمرو حسام ادي ماو يا ماو يا ماو يا ماو يسدد ويسجل يوجع للمره الثانيه شباك الحارس عمرو حسام يدي له القرار حميد يلعب يا سلام يا ماو زاويه اليسرى وحميد يحطها بس يا ولد العيب انطلاقه سريعه على طول من ماو ماو حميد تحطها في مسألة السطو العرضية لكريس جاني لكن لا توجد جدية حتى الآن من جانب خط هجوم فريق بتروجيت أول في لقاءات بتروجيت عموما فريق اللي ما سجلش في آخر ثلاث لقاءات عمر الوحش يضغط عليه من حميد ماو يستخلصها التنزاني وياخد الكرة تكملة للهجمة لصالح واجه وقبل شوف الكرة دي الأول خط الدفاع الاعتبار أيضا هناك سرعات تفرق مع فريق نادي بتروجيت شوف اللمسة الجميلة اسم المباراة كرة تعود الآن أمامية لفريق نادي بتروجيت يا سلام ما فيها حاجة يمر الله 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 يعمل ترقيصة حلوة كرة عند حميد قطعها حميد ماود العرضية ولكن لمدة أربع مواسم من الشيء الأهلي ولعب على الشرطة على سبيل العارف الجونة وحرس الحدود الثنائي الصاعد في هذا الموسم الوقت القاتل من اللقاء أيضا الوقت القاتل صد رد كورة شكري نجيب بيحاول يحط كورة على الأرض لكن ضغط من شكري ومحمد صادق محمد أبو خاطر بيقول لا ما فيهاش إنه منع هجمة مرتدة لصالح الإسماعيلي أحمد العجوز يرجع في نص الملعب يا ولد حميد عدى حميد عدى يلعبها اللي شال عليه لسعد الجزيري لكن الكرة العرضية قوية قوية على حميد ماو لكن بيحاول يعمل لها الكنترول المهارة موجودة يا سلام يجيبها طلع الجيش مرة تانية عايز مصطفى مصطفى محمد ضغط عليه يقطع حميد ماو قارب رانك الجنب يعمل كاميرا بينيه يعمل تسديدة ولكن ضغط على ريس قطع كتاب شكرا نجيبه ومحاولة لاستخلاص الكرة لكن توصل جت خط التماس من ناحية اليمين وفي نص نص الأمويلي ولذلك الداخلية يبحث عن كيفية العودة وإدراك التعادل قبل فوات الأوان وقبل الإفعال أقبل يسار عمر كمال عبد الواحد سعيد الصوفري وسط ملعب تقدم سعيد اللاعب الكندي القوي التماس من الناحية اليسرى حسني سمير محاولة مرور كرة مقطوعة تقدم هيدي يتقدم فريد شوقي أمامنا فريد يحاول لعبة لوادي على قوس منطقة الجزاء محطة الجزاء التماس طبعا ما فيهوش تسلل يستلم كورته هنا كان أشرف روقة ما بينه ما بين علي فوزي يحاول يعمل الكنترول والدوران ولكن تهرب منه تطلع إلى ركبه القاطرة بشكل تحت ولي حبة البركة عايز يعدي مصطفى باكر مهارة وقصير كده علي بركة على مقاعد البدلاء علي بركة على مقاعد البدلاء سيتقدم مع ريفو ريفو مشي حرك ريفو كرة مطوعة منه مباراة لا يعلم نتيجتها إلا الله كرة تفك لكن على السادة السويسي الجديد النهاردة اللقاء العاشر اسمها ماضية منهم أربعة فوز بهمي وخمس تعديلات ولا مرة ممكن يعدل المباراة لكن أيضا بتخلص من أي كرة بتخلص تبتدي في كرة خطرة لا We'll be right back.
مقاولي العجوز دخول المره دي وضربه جزاء مقابل سموحه بيفوز مرتين والتعادل كان موجود طبعا وخطا في التحضير وبقول لحضراتكم الاخطاء ودي فرصه فرصه كبيره جدا جدا الاخطاء الاخطاء واللعب يلعبها لعمر يرجع لحميد مره تانية تمريره البيكلي لحميد الاماميه